السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم أشرف الزكري من صفحة ديال الشراء من الإنترنت. اليوم بغيت نشارككم وبغيت نحطها في الصفحة ديالي. غادي نحل هي يمكن هي في 1.89. بسم الله بركة الله. سميتها تريكوموند التلفازه، ولكن هذه كتحكم في التلفازات بزاف التلفازات كتحكم فيهم. ها هي كتبين لي انا اللور. المهم كتشوفوا معايا حجره تريكوموند صغيره قد قد صبع. ها هما ديك التلفازات اللي كتحكم فيهم. سميتها باش نحلوها. سميتها ميكرو سبيرومات. حلوها قدامكم. هي بسم الله ها هي صغيره وبلاصه الحجره كاينه هنا. عندي هنا LCD سامسونج. ماشي علاش ما كنت غنجربها قدامكم. نوري لكم في السيت من بعد نحاول نخدمها. نتيني ديل بانكون نجيب له هنا يف. ندخل الكونت ديالي وندير جيستيون دي كوموند. ندخل كتشوفوا معايا هنا يا ميني تي في ريموت كنترول. هنا شريتها بالأورو. هما كاتبين لي في الورقة راه دولار دايخين. ما علينا، وكنتمنى تشاركوا معايا في الصفحة ديالي. اللي بغى يوصلكم اي جديد بالشراء من الانترنت ومرحبا بكم. اللي عندكم اي سؤال ولا اي طلب وصلتني حتى للدار باش الاخوان يسولوني واش وصلت حتى للبوسطة ولا شي حاجة، حيت كاين الحاجة الكبيرة كتوصل حتى للبوسطة الا كانت ثقيلة واحد شوية اولا الا كانت مشكوك فيها غادي توصلك حتى البوسطه ويصيفط لك رساله حتى للدار عاد باش تمشي تجيبها من البوسطه القريبه لكم اولا البوسطه الكبيره اللي فيها الديوان اللي حداكم. كنتمنى نكون فدتكم بشويه المعلومات وهادشي اللي شاركت معكم، وان شاء الله اي جديد غادي نشارككم معكم. ومرحبا بكم في الصفحه ديالي كما كنقول لكم ديما، الشراء من الانترنت. و اللي بغى يشري اولا شي حاجه ديال الشينوا رخيصه، المهم حافظ عليها حيت حنا عارفين حاجه شنو. تشيني دير بونكم.